قرابة 48 عائلة اقتحمت سكنات جديدة في حي 500 مسكن ببلدية الحمامات غرب العاصمة بعد أن ذاقت درعا من حياة البؤس التي كانت تعيشها وما وصفته بالوعود الكاذبة التي أطلقتها السلطات المحلية بشأن ترحيلهم، وهي القطرة التي أفاضت الكأس. انتظرنا الليستة بفارغ الصبر، وكل يوم وعود 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 كاذبة، ما لقيناش حل. هنا الناس اللي صدمت سكنت كلها محتاجة. أنا بابا داير دوسي في 79، هو يسنى في سكنه، هو يما الله يرحمه، يما مات له البارح الله يرحمه وما داتش. وديجا حنا ساكنين في الكراجات، وكي على بالك معيشة تاع الكراجات ماشي كيما العيبات الآخرين، يوميتين حاجة ناقصتنا. المسائل علينا ولادنا ما كاش، والمير وعدنا، جات الولايه قالنا شافتنا قالتنا بلي ترحلوا. ليله بيضاء قضتها العائلات المعنيه مصرين على عدم الرجوع عن قرارهم الى غايه تحقيق مطلبهم. دوكا ما عادش نخرج منها، دوك يديروا لنا حل. نعم نعم تحكي براني عايش باك تبكي عليا. احنا دوك يديروا لنا حل، احنا يخليونا هنا ويخرجونا في لاليس وخلاص، وهذا ما كان. نحبوا هاد المسؤولين يحشموا برك، يحشموا كيما يحشم الشعب يا خويا منهم، وما يحشموا وخلاص. كاين ناس اي ولات تقول نرمي روحي من باطمه، يتقول الله يتقول الله. كاين ناس انا واحد بلا بريسيون نكون فوقا نقدر نرمي روحي. التهديد بالانتحار في حال عدم التعجيل في ترحيلهم تهديد يفهم منه ان حلم الظفر بسكن يحفظ كرامتهم حوله اولو الامر الى كابوس، على الرغم من الارقام الكبيره التي تتباهى بها السلطات بخصوص عمليه الترحيل.